السلام عليكم ورحمة الله. على شطآن أحبابي، على شطآن أحبابي سأرخي حبال الوجد، أجترح القصيدة وأعلن دون خوف عن وفائي، فحبكم غدا في القلب عيدا. حي هلا بكم معنا أعزائنا المشاهدين في جولة معرفية جديدة، في فضاء تبادلي نتبادل وإياكم فيه المعرفة والثقافة والمعرفة التفصيلية بالواقع التركي العربي وما يهمكم وما يهمنا سواء. أهلا وسهلا بكم معنا جميعا، ونبدأ معكم كما عودناكم بعد هذا الفاصل. هل تتساءل عن طبيعة التعليم في تركيا؟ هل تتوق لمعرفة الفرص المتاحة أمام الطلبة؟ ما الذي تقدمه تركيا علميا ومعرفيا للطلبة الوافدين؟ التخصصات والجامعات والكادر والرؤية بعد قليل. تركيا عاصمة الجمال الكوني، ما هو أفئدة السياح العرب والأجانب؟ كيف تتعاطى تركيا مع واقع السياحة ومستقبلها؟ رؤية شمولية للحدث السياحي وآفاقه بعد قليل. بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي، وأيضا مع موعد افتتاح الفصل الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد التركية، كان لابد لنا من وقفة واضحة وتفصيلية مع ما يهم المواطن والطالب العربي تحديدا الراغب في الدراسة في تركيا. ما هي الأجواء التي توفرها تركيا؟ ما هو واقع الجامعات والهيئات التدريسية؟ ما هي التخصصات التي تؤمنها للطلبة الوافدين؟ كيف يمكن للطالب الذي لا يتقن اللغة التركية أن يأتي إلى هنا؟ إذا افترضنا أن هناك طالبة ستأتي إلى هذا المجتمع، كيف يمكن لها أن تعيش فيه؟ وما هي مقومات وجودها؟ أسئلة كثيرة نتشرف بطرحها على ضيفنا الأول، رئيس جمعية باب العالم الأستاذ محمد علي بولاط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعم، نبدأ بتقريرنا المبدئي أعزائنا المشاهدين. الجامعات في تركيا قراءة تفصيلية للجهد الأكاديمي على مستوى الصروح المعمارية والصروح المعرفية وأيضا الخدمات التقنية والرافدة. نتابع سويا ثم نعود بعد ذلك لبدء حوارنا. يلقى الطلبة في تركيا الكثير من الاهتمام من مؤسسات وهيئات مختلفة في المجتمع، فلا يقتصر الأمر على الحكومة ومؤسساتها، إذ أن المجتمع التركي الذي ترسخ وتجذر فيه الاهتمام بالعلم ودعم طلبته عبر قرون كان فيها مركزاً للإشعاع الحضاري بجميع أنواعه، لا يزال يرعى هذا التقليد ويبدع وسائل جديدة للاستمرار في أداء هذا الدور. رغم وجود عدد كبير من الجامعات على امتداد أرجاء القطر التركي، فإن اتساع الجغرافيا التركية واختيارات الطلبة كثيرا ما ترسلهم إلى مدن أخرى بعيدا عن ديارهم، لذا فإن السكن الطلابي متطلب هام في العملية التعليمية في تركيا. وبالإضافة للمساكن الطلابية التابعة للدولة، هناك عدد كبير من المساكن الخاصة التي تتبع هيئات مختلفة وتتفاوت في أحجامها وفي مستوى الخدمات التي تقدمها وبالتالي في تكاليفها. يستطيع الطلاب الذين يواجهون صعوبات مادية اللجوء إلى العديد من الجمعيات والأوقاف التي تهتم بهم وتقدم لهم أنواعا من الدعم المادي الذي قد لا يكون كبيرا ولكنه يمثل سندا لا غنى عنه لعدد كبير منهم. درس الجامعات وتطوير المناهج واستخدام الوسائل التعليمية المتقدمة كاللوحات الذكية ومشروع كتاب إلكتروني لكل طالب الذي تعمل الحكومة على إتمامه خلال 4 سنوات.
تسعى هذه الخطط الحكومية للتغلب على عدد من أهم المشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية التركية، مثل نقص البنية التحتية التقنية خاصة في الأماكن النائية، الذي لا يزال التلقين والحفظ يقوم بدور رئيسي به في بعض المناطق. هذه المساعي الحكومية والتسهيلات التي تقدم للطلبة، خاصة فيما يتعلق بمساهمة المجتمع المدني في خدمة طلبة العلم، تتيح توسيع شريحة المستفيدين من المنظومة التعليمية التركية، ما يجعل المستقبل يبشر بمزيد من التقدم على هذا الصعيد. نعم، وطبعا في إفادة المواطن العربي والطالب العربي تحديدا، نجدد ترحيبنا بالأستاذ محمد علي بولات، رئيس وقف جمعية باب العالم للخدمات الطلابية. أستاذنا الكريم، مرة أخرى أهلا وسهلا بك. دعنا نتحدث بداية، لأن الوقت قصير ولدينا الكثير حقيقة من الأسئلة التي وصلتنا عبر الفيسبوك والأسئلة يعني المواقع التواصلية الخاصة بالبرنامج. مستويات التعليم في تركيا مقارنة مع العالم الغربي، كيف تقرأها لنا؟ نعم، تركيا وفي العشرين سنة الأخيرة استطاعت أن تزيد من مستوى التعليم الموجود لديها، وإذا نظرنا أن أكبر عدد من الأجانب موجودون في تركيا في العشرين سنة الأخيرة عموما، يوجد هنا 80,000 طالب، 22,000 طالب أجنبي يدرسون الآن في تركيا. طبعا نتعرف على الكثير من الطلاب المتعددين المختلفين، ولا شك أن مستوى التعليم يعتبر الآن بنسبة 10% ضمن أعلى مستويات التعليم عالميا، ولا شك أن هذا المستوى سيرتفع شيئا فشيئا. المستوى العاشر ذي قيمة إيجابية جدا، يعني حقيقة مرحلة لافتة، ويعني ربما تكون نقطة مغناطيسية فيما يتعلق بالطلبة الراغبين في الدراسة في تركيا. أستاذ محمد علي، عندما نتحدث عن هذه اللغات، أنا كطالب آتي من الدول العربية لا أعرف اللغة التركية، صحيح أنني سأتعلمها مع الزمن، ولكن هل يمكن لي أن أدرس باللغة الإنجليزية هنا مثلا؟ نعم، إن هناك جامعات تدرس باللغة الإنجليزية، هذا الأمر موجود في تركيا. لا أستطيع أن أعطي أرقام، بنسبة 7-8% باللغة الإنجليزية، ولا شك أن القسم الأكبر هو باللغة التركية. وبعد القبول الجامعة في الطالب في الجامعة سيتعلم اللغة التركية خلال سنة، وبعد سنة يبدأ التعلم باللغة التركية، ولم يحصل هناك أي مشكلة أو عائق اللغة. نعم، وسنتحدث عن دور مثل جمعياتكم في تذليل عائق اللغة حقيقة أمام الطلبة، ولكن قبل ذلك لنتحدث عن الفارق ما بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، الفوارق على مستوى أقساط الدراسية، على مستوى الخدمات التي توفرها، على مستوى الأداء الأكاديمي، كيف تقرأها لنا أستاذ محمد علي بولات؟ لا شك أنه يوجد 145 جامعة على مستوى تركيا، أغلبها من الجامعات الخاصة وأغلبها في الجامعات التي افتتحت خلال 15 سنة الأخيرة. لا شك أن كل جامعة من هذه الجامعات سواء كانت خاصة أو حكومة لها إيجابياتها أو سلبياتها أو لبعضها حظوظها. الجامعات الخاصة لا شك أنها تدخل المنافسة الدولية، ولا شك أن كلا الجامعتين مطلوب للشارع التركي أولا وللمنافسة التركية وللمستوى التركي. قبل قليل تحدثنا طبعا عن اللغة التركية في جامعة أنقرة على سبيل المثال، يوجد هناك مركز اسمه تومر، هذا هو مركز لتعليم اللغة التركية في عدد من مناطق تركيا، ولا شك نحن كمؤسسات مجتمع مدني نقوم أيضا بتعليم اللغة التركية كما يجب، سواء كانت حكومة أو الجامعات الخاصة مؤسسات المجتمع المدني يقومون ما يجب القيام به عمليا على أرض الواقع. جيد، وصلتنا أستاذ محمد علي الكثير من الأسئلة حول قضية سنطرحها مباشرة. حقيقة تركيا دولة قوية ولديها كما قلت قرابة 150 جامعة حكومية وخاصة أكثر أو أقل، ولكن نحن نتحدث عن رقم كبير جدا. هذا الرقم الكبير لكل جامعة في سياساتها الخاصة، ووفق مناهج وزارة التربية والتعليم هناك المنح الدراسية،
البعض يتم من خلال السفارات، البعض يتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني، تختلف حال الدول في ذلك. تركيا كيف موقعها؟ كيف يتم التعامل مع مسألة المنح؟ كيف يمكن الحصول على منحة هنا من خلال الدول العربية مثلا، أن يأتي كل واحد إلى سفارة بلاده، أم أن يأتي مثلا إلى تركيا، أم يتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني هنا، أم يتعامل مع من تحديدا؟ لا شك أن في تركيا يوجد هناك قسمين من الطلاب. هناك عندما نتحدث نحن لا نقول الضيوف الأجانب، الطلاب الأجانب، وإنما الطلاب الضيوف عمليا على أرض الواقع. وأنا أيضا أشكركم. أولا جزء منهم يأتي عمليا بمنحة دولة، وقسم منهم جاء على حسابه الخاص ممن لا يتلقى أي منحة دولية أو من الدولة. وكذلك هؤلاء الناس الذين تخرجوا من الثانوية العامة ويريدون المجيء إلى تركيا، بإمكانه أن يراجع السفارة التركية في بلاده، أو عدد مثلا هناك أيضا مراكز ثقافية، وهناك أيضاً عدد من المؤسسات التي باسم ستة كل تيكا. كل هذه المؤسسات في نهاية المطاف بإمكانها أن تقدم عملياً الكثير من المنح على مستوى تركيا. ولا شك أن الآن نحن في وقت التسجيل لهذه الجامعات، وبإمكانكم أن تشاهدوا في جميع الجامعات باللغة الإنجليزية واللغة التركية يختارون الفرع الذي يريدون التعلم فيه. مثلا في جامعة إسطنبول يوجد هناك مثلا جامعتين طب، يختار أحدهما، ليس بحاجة إلى الذهاب إلى السفارة. لو جاءوا عمليا على أرض الواقع كسياح، هذا طبعا هذا الكلام ينطبق على الشباب أو الذين يودون الالتحاق بالجامعات، على أنه من غير بعثات أو غير منحة حكومية. نعم، أشكرك جدا حقيقة على هذه الإضاءة. بمعنى السفارات التركية يمكن أن تكون عنوان وصل في هذا الجانب، بمعنى يعني لو تم تعبئة النماذج والطلبات الموجودة في السفارات التركية فهذا سيكون بابا جديدا من أبواب العالم على تركيا. يا مؤسسة باب العالم، قبل أن ندخل في تخصصكم وتعاملكم مع الطلبة كمؤسسة خدماتية أهلية تختص بموضوع الطلبة الوافدين الذين تسمونهم ضيوفا أيضا ولا تسمونهم طلبة أجانب كما يسمى المصطلح في العالم ككل أو حتى في العالم العربي. أستاذنا الكريم، عندما نتحدث عن جامعات متعددة وطلبة عرب يقبلون على الدراسة في تركيا، هناك مسألة حساسة في الموضوع وهي قضية المسكن. أنا آتي لا أعرف لغة تركية في أول أيامي، لا أعرف كيف أؤمن مسكني، كيف يمكن لي أن أؤمن مسكن؟ هل هناك مسكن جامعي؟ هل هناك مسكن خاص؟ مسكن حكومة؟ مسكن؟ حدثنا عن قضية المساكن هنا فيما يتعلق بالطلبة إذا تكرمت علينا. نعم، كما تعلمون هذه البلدة هو في نهاية المطاف من الموروث الثقافي العثماني، ولا شك أن فيه العديد من الأوقاف والكثير من السكن المعد للطلاب، وهذه الثقافة ثقافة المراكز وثقافة الهيئات المحلية وكذلك ثقافة الأوقاف. كل هؤلاء عندما يأتون إلى هذه المؤسسات كطلاب بإمكانهم أن يقيموا في عدد متعدد من المناطق، سواء كانت عبارة عن سكن جامعي رسمي أو بشكل متعدد من خلال الأوقاف والمؤسسات. طبعا بإمكان الطالب أن يقول أنه لا يريد أن يذهب إلى السكن، وبإمكانه أن يستأجر بيتا لوحده. يوجد هناك عدد كبير من الطلاب الذين أعرفهم يعملون ويقومون بمثل هذا الأمر، ولا يوجد هناك هجرة معاكسة أو مشاكل ضمن هذا السياق. نعم، سنعود إليها حقيقة هذا النقطة بحاجة إلى تفصيل، بالذات الذكور والإناث. ولكن
سنتابع مستوى رضا الطلبة في تقرير مبدئي أستاذنا الكريم نتابعه وندعوك إلى متابعته معنا حول مستوى رضا الطلبة عن التعلم في تركيا ومستواها في نظرهم بين الدول التي وفدوا منها والدول الغربية على حد سواء. نتابع سويا ثم نعود لاستكمال حوارنا. أنا حاليا أحضر رسالة الدكتوراه في شعبة العلوم السياسية بجامعة اسطنبول. قبل أن أقرر المجيء إلى تركيا كنت أفكر في موسكو أو في أي بلد شرقي مجاور، وذلك لإتمام دراسة الجامعية. وقد فضلت تركيا لقرب ثقافتها من ثقافة بلدي، وعلمت أن في تركيا مشروعا يسمى بمشروع الطالب، وقد التحقت به وأنا الآن أواصل الدراسة فيه. تضم الجامعات في تركيا أساتذة على مستوى عال، أساتذة محنكين، وبرأيي لا يوجد فرق بين تركيا وكازاخستان على المستوى الثقافي، فديننا ولغتنا واحدة إضافة إلى النقاط المشتركة التي ورثناها من تاريخنا المشترك، ولعل العفوية والطلاقة التي وجدتها من بين العوامل التي ساعدتني على التكيف والتأقلم على العيش في تركيا. أنا طالب جامعي في شعبة الأدب الفرنسي واللغة الفرنسية، وقد اخترت إتمام دراسة الجامعية هنا في تركيا. بالمقارنة مع بلدي فإن الدراسة في تركيا تبقى أحسن، وأرى أن المنهج التركي في الدراسة يفوق جودة وإتقانا المناهج المتوفرة في بقية البلدان المجاورة. أما بالنسبة لمشكلة اللغة والعادات فلم أصادف أي مشكلة من هذا القبيل. نحن نعتبر الأتراك أشقاء لنا. وقع اختياري لإتمام الدراسة الجامعية في تركيا للمستوى الدراسي الجامعي الرفيع الذي تتمتع به الجامعات في تركيا، فقد ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم وأصبح يتوافد عليها طلاب كثيرون مستفيدين بذلك من التسهيلات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب الأجانب، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يتم تنظيمها بين الفينة والأخرى. لقد قدمت من ليبيريا عام 2009 للدراسة هنا، حيث كنت أول طالب من ليبيريا يدرس هنا. تعلمت اللغة التركية في أنقرة، ومن ثم التحقت بجامعة إسطنبول. تحظى تركيا بعلاقات طيبة وحميمة مع البلدان الأخرى، وضمن هذه العلاقات منح التبادل الثقافي للطلبة التي تتيح لهم فرصة القدوم والدراسة هنا بعد اجتيازهم الامتحانات التقييمية. اجتزت الامتحانات التقييمية ولم يحظى بهذه الفرصة غيري لكسب المنحة الدراسية مع الأسف، حيث كنت أتمنى فوز زملائي أيضا بها. تركيا بلد متطور، إذ تمتاز الدراسة في تركيا بمستواها وجودتها العاليين، فالكادر التدريسي هنا على مستوى عال من العلم، إذ يحاولون إيصال المعلومات والرقي بالطلبة باستخدامهم كافة وسائل التعليم. إن تركيا حالياً ليست بتركيا قبل 10 سنين، فهي تحتل مكانة مرموقة على مستوى العالم، فالتعليم هنا يضاهي التعليم في الدول الأخرى ومعترف به أيضاً. وهناك ميزة أخرى ألا وهي الدراسة باللغتين الإنجليزية والتركية. نعم، اطلعت على هذه الآراء أستاذ محمد علي بولات، وبعضهم من تلامذتكم أو الذين كان لكم تعامل إيجابي معهم وأيضا تسوق معهم لغاية الآن. أستاذ محمد علي بولات، نعود إلى مسألة السكن وهي قضية مهمة جدا وأثيرت كثيرا. إذا هناك مجموعة من السكنات الحكومية والخاصة، وهناك أيضا إمكانية لتأمين بيوت خاصة. ماذا عن سكنات الطالبات؟ يعني لنفترض أن لدي ابنة أريد أن يعني أرسلها إلى تركيا، هل هناك سكنات خاصة مؤمنة للطالبات؟ أقول لهم تفضلوا إلى بلادكم، يعني على الصعيد الأخلاقي يوجد لدينا مكان آمن، سواء كانت مبيتات عامة أو مبيتات حكومية. يوجد هناك ثقافة الضيف في تركيا، فلذلك بإمكانهم أن يأتوا بكل أريحية وحب وسلام إلى تركيا. يعني يأتي إلينا الإناث ربما كنسبة كبيرة، نحن شاهدنا هذا الأمر.
حتى الآن لم نعيش أي مشكلة. نحن في يوجد هناك جمعية اسمها سفير العالم، وهذا هو يستضيف الشابات من الطالبات، وجميع الفعاليات التي نقوم بها في باب العالم يقوم بها باب العالم أو سفير العالم، الإناث يقومون بالنشاطات بأفضل مما يجب وأفضل مني على أرض الواقع. نعم، نتحدث الآن عن دوركم أنتم كمؤسسة في هذا الجانب. أنتم تستقبلون الطلبة وتؤمنون لهم 1 2 3 4 5، نتحدث عن هذه 1 2 3 4 5 أهدافكم ونشاطاتكم أستاذ محمد علي. كل حب وسرور، أود أن أقول لكم لا شك أننا نبدأ بالاستضافة منذ نزوله من الطائرة، نقول له أهلا وسهلا، نقول لا نستمع إليه ماذا يفكر، يجب أن يتعلم اللغة التركية، نوجهه التوجيه الصحيح من أجل أن يتعلم اللغة التركية، وبعد ذلك نوجهه التوجيه السليم، هل يريد البقاء في مبيتنا، هل يريد البقاء في مبيتات أخرى، نوجهه التوجيه الصحيح، وعندما يريد الاتجاه إلى جامعة معينة نحن الذين عملين على أرض الواقع نوجهه، وماذا يريد أن يستمر في حياته الخاصة بعد الدراسة، نحن نقدم مقدمات إذن عملية وخدمات كذلك بناء على البنية التحتية. وعندما يبدأ مرحلة الدراسة يبدأ مرحلة التدريب، أين سيتدرب الأخوة العرب الذين ليس لهم أقارب في المدن المتعددة؟ نحن أقاربهم، نحن نجهز لهم ونوفر لهم الكثير من المساعدات في عدد من الدول المختلفة، ويوجد لدينا إذن فرصة للتدريب الطلاب، وأيضا نحن نعرف أيضا أبعاد، وعندما بعد أن يتخرجوا نحن نودعهم أيضا في المطار. وفي ضمن هذا الإطار وفي خلال 5 سنوات كل ما يحتاج إليه الطالب، سواء كان أمور الإقامة، السكن، أو أي مشكلة يعيشها سواء كانت صحية قانونية، نحاول تلبية طالبه ضمن هذه الاحتياجات. هل تستطيعون تغطية احتياجات عدد كبير جدا؟ نحن نتحدث عن أكثر من 20,000 طالب أجنبي الآن يتعاملون هنا. نعم، نحن لا نلبي جميع هذه الاحتياجات، هذا سعي لنا، هذه نية حسن نبديها، لا شك حتى الدول لا تستطيع أن تلبي جميع هذه الأمور. عندما يعرفون في الاقتصاد هناك تمنيات الناس لا محدودة، إلا أن جميع ما في هذا الكون في نهاية المطاف معدود ومحدود، فلذلك يوجد لدينا نحن إرادة، يجب هذه الإرادة أن تخضع لإرادة الشعب، لضيافة الشعب. لا شك أن سعينا وجهودنا في هذا الإطار، وسنحاول تنفيذ وتطبيق هذا الأمر. طبعا يجب أن نقول هنا أن 27,000 طالب يعيش الآن في تركيا، قد حللنا مشكلة هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. بإمكاننا أن نقول من خلال وردتين أو 3 على سبيل المثال أن نقدم له هذه الأمور، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك في بلدك. وأيضا نحن يوجد لدينا أيضا تغطية صحية ممتازة بدأنا ربما إحداها. نشكركم حقيقة على هذا الجهد وعلى هذا التواصل الإيجابي مع الطلبة، وجهدكم حقيقة ملموس ومشكور، ويعني مشهود له بالخير حقيقة في الساحة هنا في تركيا، حقيقة لعطائكم الذي يمس الجاليات العربية تحديدا والجاليات المسلمة في كل ما يتعلق باحتياجات الطلبة وتأمين متطلباتهم وفق قدراتكم بكل تأكيد. بقيت أمامي نصف دقيقة، وهنا أطلب منك رسالة إلى الطلبة العرب.
نعم، خلال النصف دقيقة ماذا يمكن أن يقال؟ يقال أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تركيا. ولا شك أن هذه المؤسسات قد انفتحت إلى العالم المختلف، ولا شك أن الناس الذين يشاهدوننا الآن يعلمون أن 22,000 طالب يخطط أن يزيد عددهم 1,000، ولا شك أن يوجد لدينا الآن الكثير من الاتحادات المختلفة الطلابية. نعم، نشكرك جدا أستاذنا الكريم. حقيقة الوقت داهمنا فاعذرنا لذلك. الأستاذ محمد علي بولات رئيس جمعية باب العالم للخدمات الطلابية وأحد يعني واحدة مؤسسات المجتمع المدني الريادية حقيقة في هذا الجانب، أحببنا أن نضرب بعض الأمثلة والنماذج التي يتساءل عنها الكثير من أولياء الأمور. أين يتواصلون؟ مواقع الإنترنت الآن على الجامعات وبأسماء الجامعات أدرجت خدمة اللغة الإنجليزية للراغبين في التواصل بها، ونتمنى للجميع حياة أكاديمية هانئة. بعد شكر ضيفنا ننتقل إلى لوحة الكاريكاتير نتابعها بلا تعليق. وبما أننا في إطار الجولة الأكاديمية وبما أننا استضفنا ضيفنا العزيز الأستاذ محمد علي بولات، كان لابد لنا من وقفة مع مؤسسة باب العالم لنرى كيف تودع الوافدين الضيوف الذين وفدوا إليها وأنهوا دراستهم بعد أعوام دراسية مديدة تكللت بالنجاح. نتابع سويا تقريرنا الآتي. وسط حضور لافت وببراعة مميزة في صناعة المهرجانات وتنظيمها، أقيم مهرجان تكريم الطلبة الخريجين الضيوف الذي رأته مؤسسة باب العالم المعنية برعاية الطلبة الوافدين إلى تركيا. اليوم نحتفل وإياكم باحتفالية وتخرج الطلبة الأجانب الموجودين في إسطنبول، منهم الأطباء والمهندسين وغيرها ونحوها من التخصصات الأخرى، ضمن فعاليات وإطار جمعية باب العالم. لفتة طيبة في وداء الطلبة الذين أكملوا مراحل الدراسة في تركيا وينوون العودة إلى أوطانهم، فإقامة هذا المهرجان يمثل لوحة وفاء ختامية من تركيا ومؤسساتها وفعالياتها الشعبية للطلبة الضيوف الوافدين. حضر المهرجان جمع من الطلبة والمهتمين والعديد من المسؤولين من مختلف المناطق ومن جمعيات المساعدات الإنسانية IHH. ركزت مؤسسة باب العالم على شعار الطالب الضيف للطالب الأجنبي، تعزيزا لمفهوم الأخوة والثقافة والدين والتاريخ المشترك. نقوم بتنظيم احتفالية التخرج هذه كل عام لكي نقوم بتوديع هؤلاء الأصدقاء بالشكل الذي يستحقونه. هذه الاحتفالية من أجل خريجي عام 2011، وهي الاحتفالية الخامسة التي ننظمها. ننصح الطلبة بالمجيء إلى تركيا، كما نبذل جهدنا من أجل أن يتمكنوا من القدوم إلى هنا. فالمستوى التعليمي في تركيا على درجة عالية من الجودة في جميع المجالات، لذا بالطبع نوصي الجميع بالمجيء، وجمعية باب العالم تقوم بمساعدتهم في حال واجهتهم أي مشكلة. اشتمل الحفل على عروض فنية مميزة وعروض فيديو مصورة عن خدمات الجمعية العامة وخدماتها للطلبة الأجانب من تاريخ قدومهم وحتى تخرجهم. وقد تنوعت الفقرة بين الكلمات التي ألقاها رئيس الجمعية محمد علي بولات والإلقاءات الشعرية وكلمات شكر من الطلبة الخريجين. كما اشتمل المهرجان على عروض فلكلورية تعكس ثقافات البلدان التي وفد منها الطلبة إلى تركيا بغرض الدراسة.
نعم، الشباب ربيع الأمة وسياجها المتين، فهم الطاقة الكامنة التي يجب توجيهها لخدمة مصالح دولتهم وبلادهم وأمتهم. كان معكم لبرنامج الألوان السبعة علاء الخطيب، إسطنبول. تركيا عاصمة الجمال الكوني. ما هو أفئدة السياح العرب والأجانب؟ كيف تتعاطى تركيا مع واقع السياحة ومستقبلها؟ رؤية شمولية للحدث السياحي وآفاقه بعد قليل. وإلى فاصل إعلاني قصير نعود بعده لاستكمال جولتنا معكم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا، حيا هلا بكم معنا أعزائنا المشاهدين مرة أخرى. نبدأ في رحاب السياحة، وهذه المرة في فضاء سياحي مميز يطلق عليه هنا في تركيا الأكفاريوم، حوض السمك الكبير. هذا المجمع المميز للأسماك ببيئاتها المختلفة وطبيعتها التي توافق مجموعة بحار متنوعة الصفات والسمات والمميزات، نستقرئها سويا في تقرير زميلنا الدكتور سعيد الحاج. إسطنبول مدينة المتاحف والمعارض على اختلاف أنواعها، أضافت مؤخرا إلى رصيدها مكانا مميزا جدا هو حوض أسماك إسطنبول، الذي يعتبر أكبر مركز من نوعه في العالم، يعرض الأسماك بحسب مناطقها الجغرافية ومناخها وبحارها. مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتوق الإنسان للذهاب إلى البحر، لكن الجميل أيضا والطريق أن يأتي البحر إليك. المركز الذي شارك في افتتاحه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يحتوي على 16 منطقة جغرافية تلخص المناطق الطبيعية في مختلف أنحاء الأرض. يمر الزائر من البحر الأسود إلى بحر مرمرة، ثم إلى بحر إيجا، ليجد نفسه في قناة السويس، وعبرها في البحر الأحمر، ثم في البحر المتوسط أو مضيق جبل طارق، وعبره في المحيط الأطلسي إلى جانب منطقة تحاكي عالم ما تحت البحار، وأخرى تحاكي غابة استوائية. هذا التنوع والجمال حاز على إعجاب الزائرين الذين قدموا بالآلاف، وخصوصا الأطفال الصغار. رأيت هنا أسماكا متنوعة لم أرها في حياتي من قبل. الأمر هنا يختلف عن البحر، فهناك أسماك لا نستطيع رؤيتها هناك، نراها هنا عن قرب، هذا شيء جميل. سمك القرش لأنه كبير. نشكر أردوغان لأنه أمننا لهذا المكان. يعني المكان جميل جدا، يعني هو بيعجب الكبار قبل الصغار. وفي البداية يعني أود أن أشكر هنا الحكومة التركية وأشكر مدينة إسطنبول، وهذا العمل ليس بجديد على مدينة إسطنبول التي يعني غيرت من صورة إسطنبول وغيرت من صورة تركيا يعني خلال العقد الماضي. تتميز الأحواض المختلفة باحتوائها الأسماك التي تكثر في ذاك البحر أو المحيط تحديدا، في ظل ظروف طبيعية وفيزيائية تتطابق مع تلك التي تعيش فيها في بيئتها الطبيعية. في ازدحام المدينة وبعد انتهاء العمل المضني يبحث الإنسان عما يمتع بصره ويريح نفسه، والمعادلة معروفة: الماء والخضرة والوجه الحسن. يتوقع لهذا المركز الضخم حوض أسماك إسطنبول أن يستقبل ملايين الزوار من الأتراك والسياح في فترة قصيرة، وأن يشغل المئات من الأيادي العاملة، دافعا نهضة البلاد الاقتصادية
إلى جانب المسحة الجمالية التي يحملها. ومن الماء والخضراء والوجه الحسن تحديدا نسبح في فضاء السياحة في تركيا، هذه البلاد المفعمة بمشاهد وشواهد العظمة الجغرافية، جمال الطبيعة، جمال ورونق العبير المنبثق من أزهارها وأزاهيرها التي تتفتح على مدار فصول السنة، رؤية لشطآنها، لدورها، لدورها السياحي ولقدراتها في هذا الجانب، وأيضا لدور وتأصيل علاقة السائح العربي بتركيا. كيف هو عدد وحجم السياحة العربية في تركيا؟ ما هي شواهدها؟ وكيف يمكن لها أن تحقق قفزة نوعية حقيقية أو تأصيلا لفهم تبادلي في الجانب السياحي؟ مع أستاذنا الكريم البروفيسور دكتور أحمد إمري بلقلي نطرح عليه التحية. أستاذنا الكريم أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. تشكر لكم جزيل الشكر. نعم، وأنتم أعزائي المشاهدين نطرح بين يديكم هذه المعادلة، السياح العرب في تركيا، قراءة أولية ثم بعد ذلك نعود إلى حوار ضيفنا الكريم، نتابع سويا. ملأ السائحون العرب الفراغ الذي أحدثته الأزمة الاقتصادية الأوروبية في إسطنبول. يمكنكم أن تصادفوا في كل شارع من شوارع إسطنبول سائحا عربيا مع عائلته. يتجول العرب عادة في مجموعات مكونة من 5 إلى 6 أشخاص، فيستمتعون بسحر إسطنبول في مراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه وعلى شاطئ البحر. توجد أسباب عديدة لتفضيل العرب تركيا للسياحة، منها الأمن الموجود في تركيا والجو الملائم لطبيعة العائلة العربية. وقد أصبح من الصعب جداً مؤخراً العثور على أماكن شاغرة في الفنادق بعد أن ملأها السائحون العرب الذين أنعشوا السياحة في تركيا. ساهم إلغاء التأشيرات والدعاية التي صنعتها المسلسلات التركية وتطور العلاقات العربية التركية في تغيير وجهة السائحين العرب إلى تركيا، فحملوا بذلك البشرى والسعادة لقطاع السياحة التركي بعد أن مر بمرحلة صعبة إثر نقصان عدد السائحين الأوروبيين. يفيد السائحون العرب بامتنانهم من حسن ضيافة الشعب التركي، ولذلك يعبرون عن رغبتهم في العودة مجدداً، وينصحون أقاربهم ومعارفهم بالسياحة في تركيا. يفضل السائحون العرب تركيا لأنهم يرونها قريبة منهم ثقافياً، فيستطيعون التجول فيها بسهولة، من الأماكن المحببة على وجه الخصوص عبق التاريخ في الأماكن الأثرية في إسطنبول والمساجد والقرن الذهبي، بينما تعتبر مراكز التسوق أكثر الأماكن استهلاكاً للوقت. أكثر المأكولات التي يفضلها السائحون العرب الكباب والشاورما، بينما يطلب محبو الوجبات السريعة منهم الإسكندر والهامبرجر والحمص. نعم، حضرة البروفيسور دكتور أحمد إمري بلقلي الرائد الأول من رواد التعامل مع السياحة ومدير أو أول مدير حتى لوكالة سياحية ثقافية في إسطنبول. أستاذنا الكريم نجدد ترحيبنا بحضرتك ونبدأ مع حضرتك بقراءة سريعة لواقع السياحة العربية في تركيا، هل هي بحجم حقيقي قوي مماثل لحجم السياحة العربية في أوروبا مثلا؟ في الوقت الراهن عندما نتحدث عن السياحة ونتحدث عن تبادل الثقافات ما بين الدول والشعوب المختلفة، ولا شك أن هذا عنصر مهم جدا للغاية يزيد من عملية السياحة. وفي هذا العام تحديدا لا شك أنه هناك ازدياد كبير في عدد السواح في عام 2010 وفي 7 أشهر الأولى تحديدا، لا شك أن هناك الكثير من السواح الذين وفدوا من الخارج وزادت أعدادهم نسبة كبيرة، ولا شك أننا نستطيع نقول أن
نسبة الزيادة حوالي 20% في هذا العام. نحن مسرورون جدا. لا شك أن الجغرافيا العربية والجغرافيا الإسلامية في مثل هذه الأيام بإمكاننا أن نقول لهم إننا نرحبكم كإخوان لنا. نحن مفهوم السائح لا شك أنه ضيف علينا، ولا شك أن مفهوم الضيف ضمن هذا الإطار من أتى إلى بيتنا، إلى بلدتنا. اسمح لي هنا دقيقة حضرتك بروفيسور، هنا سأقاطعك، يعني استفزتني هذه الكلمة كثيرا حقيقة ولا أستطيع تجاوزها. في موضوع اللاجئين السوريين قالوا هم ضيوف وشددوا على هذا الموضوع. الآن قبل قليل في موضوع الطلبة العرب الوافدين إلى هنا قالوا هم ضيوفنا وليسوا الطلبة الأجانب. في موضوع السياح قال أنتم إخواننا ولستم سواحا علينا، فلذلك نشكركم على هذه حقيقة، على هذه الروح المنبثقة بالطيبة وبطبيعة الشعب التركي الكريم والأصيل الذي يحسن التعامل مع ضيوفه، وهو ما يعزز حالة السياحة العربية بالتالي. أستاذنا الكريم، هذه السياحة التي أعطيتنا إحصائيات جميلة جدا عنها، نشكرك جدا عليها حقيقة. نود منك أن تقرأ لنا ما هي أهم مميزات تركيا السياحية، لماذا يقبل السائح على تركيا؟ في الوقت الراهن عندما نتحدث عن السياحة نتحدث عن التعريف والدعاية والإعلام. إذا أردت أن تذهب إلى دولة ما يجب أن تتعرف إلى تلك الدولة، ويجب أن يكون عنده حب استطلاع للتعرف على الكثير من المعلومات والإجابة على الكثير من التساؤلات. لا شك أن مكانة العالم التركي تزداد يوما بعد يوم في العالم العربي، وكما استمعنا في تقريركم الكثير من المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية. لا شك أن هذه المسلسلات هو تعريف بمدن التركية في نهاية المطاف، ولا شك أن السياسة الخارجية التركية بالإضافة إلى ما سبق ذكره، لا شك أنه يوجد لديهم عدد من الصلات، ومنها الصلة مع العالم العربي. الناس يريدون مشاهدة انعكاس هذه العلاقة، ولا شك أن أيضا مكانة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لا شك أن هذه النقطة مهمة كبيرة ونقطة مهمة. لماذا الناس يأتون إلى إسطنبول ولماذا لا يريدون أن يشاهدوا إسطنبول؟ لأن في إسطنبول وفي تركيا تحديدا كل ما يتمنى الإنسان يستطيع أن يدركه. هناك إذا سوق كبيرة للتسوق، ولا شك أن عنوان التسوق هو إسطنبول. إذا أردت جمال البسفور، جمال البحر، فمكانه إسطنبول. وإذا أردت أن تتحدث عن الأماكن التاريخية، الجوامع، المتاحف، لا شك أنه إسطنبول. إذا كنت تريد أن تدخل في عالم الملاهي والملذات، كذلك عنوانه إسطنبول. كل الضيوف الذين يأتون إلى بلادنا بإمكانهم أن يصلوا إلى ما يحتاجون إليه، وهم يأتون إلى تركيا لا يكونون لا يندمون على الإطلاق. لا شك أنهم يحصلون على ما يريدون ولا يعرفون على أنهم موظفون، وإنما هم موظفون رسميون لدى. وهناك نصيحة يعني يقوم بها الشباب العرب أو السائح العربي بحد ذاته، بالتأكيد هم يأتون إلى هنا، ويعني من سمع يخبر من لم يسمع، ومن حضر يخبر من لم يحضر. ولكن هناك رؤية واضحة أن تركيا لديها سياسة واضحة، بمعنى أنها تعتمد السياحة كمصدر أو كعنصر أساسي من عناصر التطوير الذاتي. تركيا اليوم تركز على عنصر السياحة وتدعم حالة السياحة، أزالت التأشيرات، وهذه إشارة جيدة جدا الآن على تعزيز حالة السياحة مع العالم العربي، أمنت بيئة تواصلية جديدة. السياسة الخارجية كما تفضلتم كان لها دور في تعزيز هذا الحالة، والمسلسلات التركية وإن كنا يعني لا نود أن نعطي صورة كاملة عن تركيا من خلال بعض قراءة بعض مشاهدها، ولكن يعني كل ذلك أسس في بناء مفهوم محبة لتركيا عند العالم العربي، وهو ما أثمر في تعزيز حركة السياحة. أنت من رواد العمل السياحي هنا في تركيا، كيف تقرأ لنا الفارق قبل 10 سنوات واليوم؟ هل هو فارق كبير من حيث الكم والنوع والراحة والرفاهية التي ينالها السائح هنا في تركيا؟ بإمكاني أن أقول في هذا المقام أنه قبل 10 سنوات وإسطنبول قبل 10 سنوات وإسطنبول اليوم
تختلف اختلافا جوهريا واختلافا جذريا. لماذا نتحدث عن الفرق الكبير؟ الأرقام تبين ذلك وتبين هذا الفرق. يوجد هناك ازدياد كبير في الأرقام. لا شك أن قبل 10 سنوات تركيا كانت مختلفة وفي مكانة مختلفة عما كان في السابق. نحن نتحدث عن 8 سنوات يسود فيها حكومة حزب العدالة والتنمية، ولا شك أن تركيا أصبحت تعرف نفسها وأيضا دولة معروفة لدى الآخرين، ولا شك أنها دولة تقوم بالكثير من النجاحات الدبلوماسية، ولا شك أنها حاولت ألا تعيش مشاكل مع جيرانيا، حاولت إزالة التأشيرات، رسمت صورة في الأذهان على أنها الدولة التي تثق بذاتها. لا شك أن جميع المدن والمدن المختلفة وعلى رأسها اسطنبول، لا شك أنها تقدمت تقدما كبيرا، أصبحت مدنا تحاول حماية الآثار وحماية ما لديها من الآثار، إلا أنهم لا شك لديهم مقاصد أخرى كذلك. وعندما نتحدث أيضا عن الزيارة المعاكسة، فإننا نشاهد الكثير من الأتراك الذين يذهبون إلى الدول العربية للاستجمام وللراحة، وهذه الأرقام تثبت ذلك. وفي نهاية المطاف بإمكاننا أن نقول إن السياحة له أمور إيجابية. هناك يوجد ذهاب من العالم التركي ومن تركيا إلى العالم العربي، يتعرف الناس فيه إلى بعضهم البعض. لا شك أننا كأناس نحمل نفس المشاعر، نفس التاريخ، نفس القيم الحضارية، كل هذه الأمور لا شك أنها تفيدنا، ولا شك أن العالم الإسلامي سيكون قوة كبيرة في العالم بشكل عام. بالتأكيد بروفيسور دكتور أحمد إمري بلجلي، عندما نتحدث عن هذه الرؤية الخاصة، أنت ذكرت لنا عن أهمية الدعاية، عنصر الدعاية تحديدا. نحن نتحدث الآن عن دعاية مكثفة في العالم العربي، هل تقرأها بعيونك أم لا؟ أم أنك تجد أن تركيا مقصرة في هذا الجانب؟ في بداية الأمر أود أن أقول أن الأفضل يوجد هناك من أفضل منه، وبحسب الإمكانيات الموجودة لدينا قمنا بحملة دعائية كبيرة، ولا شك أننا يجب أن نقوم بحملة دعائية أفضل من هذه اللحظة. يجب أن نقدم أنفسنا كتركيا كبلدة إسطنبول إلى العالم العربي والعالم الإسلامي من خلال الدعايات المتعددة والمختلفة، وما هو أفضل بناية في لا شك أن المواطن التركي عندما يذهب إلى العالم العربي يجب أن يكتسب الرضا وكذلك العكس، وهذا هو أفضل دعاية على الإطلاق. وإذا استطعنا أن نشعر أن نوصل هذه الرسالة الواضحة نكون قد نجحنا. طبعا غاية الناس جميعا أمر لا يمكن الوصول إليه، يجب على الأغلبية إذن أن تكون مسرورة وسعيدة، وإذا استطعنا أن نزيد من هذه الفعاليات وكذلك مراكز الترفيه التي يتمتع بها السواع، يجب أن تكون وهذه الأمور لا شك أنها قيمة إضافية لتركيا. يعني بوجهة نظري كان لابد لي أن أتحدث في قضية يعني أنا عايشتها لوحدي كإنسان عربي أعيش في تركيا هنا، وقبل أن أتي إلى تركيا كنت في العالم العربي. الدعاية التركية المشهورة في العالم العربي كالآتي: إسطنبول، بورصة، يلوى كمشاهد جميلة جدا، كمناطق سياحية مميزة جدا، وبعض البحيرات الموجودة هنا كبحيرة بولو بلاد، يعني أسماء كثيرة جدا متعددة هنا ولكنها محصورة في إطارات معينة. أنا ذهبت إلى مدينة بورصة وكان فيها منطقة اسمها المرادية التي فيها قبور السلاطين العثمانيين جميعا. هؤلاء يعني السلاطين الذين جثمانهم مسجى في هذه المنطقة لا يصلهم السائح العربي، هناك تقصير في الدعاية باتجاه هذا الجانب. هناك مسجد في إسطنبول اسمه جامع العرب،
لا يدخل إليه السائح العربي لأنه لا يوجد هناك دعاية مكثفة حوله، مع أن هناك كل الدعاية عن سلطان أحمد وعن يعني آيا صوفيا وعن هذه المناطق الحيوية، هناك دعاية ولكن بوجهة نظري هناك المزيد الذي نقدمه في هذا الجانب. علينا أن نركز على اجتذاب السائح العربي إلى مواقع تهمه حقيقة وتربطه بتاريخه وفكره الموحد الذي تفضلت بذكره. ألا توافقني الرأي حضرة البروفيسور؟ نعم هذا صحيح بشكل عام، وما تفضلت به من الكلام مقبول بشكل كبير. نحن كل أعمالنا موجهة إلى العالم الإسلامي، لا شك أن الضيوف العرب يذهبون إلى المناطق التي ذكرتها بالإضافة إلى بحر مرمرة، لا توجد هناك دعايات مختلفة لتلك المناطق، هذا نقص موجود لدينا عمليا على أرض الواقع. أنا بشكل نظري أنظر إلى المسألة أن إسطنبول مدينة كبيرة ويوجد لديها سياسة سياحية، وكل هذه المدن السياحية تقوم في نهاية المطاف بتشكيل السياسة الخاصة بها، ولا شك أن ضمن هذه الجولات السياحية يجب التعرف الكامل على المدينة، ولا شك ليس في إسطنبول فقط، وجود هناك في بورصة الكثير من الأماكن، وكذلك يالوا بحماماتها بمساحاتها الخضراء، لا شك أنه مصدر للجذب. كذلك نحن في أغلب الدول وفي كل الدول يجب أن نقوم بخدمات مختلفة، ويجب أن نبدأ بهذه الخدمات فورا، وما قلت به صحيح. ونشكرك حقيقة على الطرح الموضوعي حضرة البروفيسور هنا، لأن الموضوعية هي التي يمكن لها أن تؤسس أن نجد أين نقطة ضعفنا حتى نطورها ونسلط الضوء عليها حتى نتجاوزها في المستقبل. حضرة البروفيسور أنت أدرى منا بقضية يعني الوجود العربي هنا في تركيا بعد الأزمة العالمية، الأزمة المالية العالمية التي ضربت أوروبا والولايات المتحدة تحديدا، كان وجود السائح العربي هنا بمثابة كنز حقيقي للسياحة في تركيا، بمعنى غطى عن غياب السائح الأوروبي الذي يعني بعد الأزمة الاقتصادية اكتفى بالبقاء داخل بلده. هذه المعادلة الخاصة ربما تزاوج ما بين السياحة والسياسة والاجتماع وعلم الفكر وعلم التاريخ وأيضا الجغرافيا الموحدة، ألا ترى أن السياحة يمكن لها أن تؤصل كما أصلت في مفهوم تواصلي في جانبها السياحي، أن تؤصل لبناء ثقافي موحد، لتعريف بتاريخ موحد؟ هل توافقنا الرأي بذلك حضرة البروفيسور؟ بالطبع بإمكاننا أن نتحدث معك في هذا الإطار، لا شك أن هناك علاقات إيجابية جاءت في السياحة في الإطار الاقتصادي، في الإطار السياسي، في الإطار الاجتماعي، كل هذه الاجتماعات وهذا النوع من أنواع التواصل يجب أن يكون تواصلا إيجابيا. وعندما نتحدث عن شعوب المنطقة، شعوب العالم العربي وشعوب العالم التركي، لا شك أنها ستنمو أكثر وأن العلاقات التجارية سوف تكون أفضل وأفضل من ذي قبل، ولا شك أن الكثير من التبادل التجاري الذي ينمو شيئا فشيئا وبعد ذلك تصدير البضائع، كل هذه الأمور لا شك أنها توجد حقلا من النتيجة. هذه الموسيقى التي تؤكد على الهوية المشتركة، الثقافة المشتركة، الدين المشترك، كل هذه الثقافات لا تستطيع أن تتحول إلى قوة سياسية مع الأسف الشديد. إذا استطعنا أن نخلق قوة سياسية قوية من هذه السياحة الموجودة لدينا، لا شك أننا كورقة ضاغطة حقيقية، إلا أننا لم نستطع أن نفعل أو أن نقدم ما نود تقديمه وحتى هذه اللحظة. إذا كانت الرجائج من هذا البلد إيجابية بشكل عام، فإن العالم الإسلامي لا شك أنهم سيتحولون في يوم من الأيام إلى ثوار وسيثورون ضد مجاعة الرئيس المخلوع صدام. ولو كان هناك استقرار في البلد لما صارت هناك فقر عارض. نعتقد أن إمكانات العالم
بإمكانه أن تكفي في موضوع التواصل. يجب أن يكون الإنسان عادلا وهذا هو نقصه، ولا يمكن لغير المسلمين أن يكون عادلا، هذا رأيي شخصي. نعم حضرة البروفيسور، يجب أن ننجح من خلال الوحدة بالتأكيد. أنا أتفق معك في ذلك وأثني على هذه الرسالة الطيبة والكريمة حضرة البروفيسور حقيقة، لأنها تنم عن واقع، تنم عن وحدة مصير ووحدة تاريخ ووحدة أيضا يعني مهددات وفرص في الواقع السياسي وفي الواقع الاجتماعي. أستاذنا الكريم، يعني الوقت بدأ يداهمني وأمامي دقيقتين فقط للحوار مع حضرتك، وأود منك قراءة تفصيلية لنظرة تركيا إلى السياحة. بمعنى أنا عندي جغرافيا 36% من المساحة الجغرافية في تركيا مساحة خضراء يمكن أن أفعلها، أنا عندي البحر الأسود، عندي بحر مرمرة، عندي البحر الأبيض المتوسط، عندي بحر إيجا، نحن نتحدث عن سلسلة من البحار الضخمة والعملاقة الموجودة والمحيط، نحن نتحدث عن علاقة قوية مع البحر، علاقة قوية مع البحيرات، علاقة قوية مع الأشجار، علاقة قوية مع الغابات. تركيا لديها علاقة وثيقة مع التاريخ، إذن تركيا تملك كل شيء. هل تقوم تركيا بدراسة ما لديها في الداخل، بمعنى إعادة دراسة لإنشاء قراءة جديدة لواقع سياحي يمكن أن يؤصل لنهضة سياحية فارقة في المستقبل القريب؟ في الوقت الراهن لا شك أن تركيا تقوم في الكثير من الأمور في القطاع السياحي، ولا شك أن قطاع السياحة يعتبر من أهم القطاعات بحسب نظرة جمهورية تركيا، ويوجد هناك أهداف متعددة ضمن إطار عام 2023. في عام 2023 سيكون هناك برنامج سياحي، وكل مدينة في نهاية المطاف، ولا شك أن هناك عددا من المشاريع التي تنفذ على أرض الواقع. تركيا غنية، يوجد لديها الكثير من مصادر الغنى. الناس عندما يأتون إلى مدينة إسطنبول يجدون كل ما يحتاجون إليه أو يخطرون على بالهم، وكذلك جميع المدن التركية المتعددة، كل المدن يوجد لديها جمال مختلف، يوجد لديها طاقة خلاقة مختلفة، بإمكانك أن تصل إلى ما تريد. إذا كنت تريد سياحة ساحلية بإمكانك أن تجد هذا الأمر، ومن أراد أن يكون هناك سياحة الخضرة أو سياحة المياه المعدنية أو المياه الكبريتية، كل هذه الأمور تستطيع الوصول إليها. لا شك أن يجب أن نركز على موضوع الثقة، رأس مال السياحة هو الثقة. إذا لم تستطع أن تقدم الثقة للسائح فإن هذا الأمر لن يتوسع ولن ينتشر. إذا كانت هناك الثقة متبادلة من الطرفين هذا الأمر يجب أن ندقق عليه، ويجب أن نبتعد عن كل تصرف يبعدنا عن فحوى هذه الأمانة. ونحن نشكرك جدا على هذه القراءة الحقيقة، قراءة تفصيلية دقيقة في زمن مختصر وموجز. البروفيسور دكتور أحمد إمري بلقيني، نشكرك جدا على وجودك معنا، وأنت من رواد العمل السياحي، وكنت أول مدير لشركة سياحية ثقافية هنا في إسطنبول. أستاذنا الكريم نشكرك مرة أخرى، وندعوك مع مشاهدين الأكارم إلى متابعة اللوحة الكاريكاتورية الثانية لدينا في هذا المساء في برنامجكم الألوان السبعة، وما خطته يد فنان الكاريكاتير الخاص بالبرنامج السيد ديمرهان كاديوغلو. موج البحار، أيا موج البحار أحن شوقا إلى أهلي إلى صحب الكرام. قبل وداعكم يحن قلبنا إلى لقياكم مجددا، سعدنا بالتواصل معكم وسعدنا بصحبتكم أعزائنا المشاهدين، وعلى أمل اللقيا بكم مجددا. فريق العمل في أنقرة وإسطنبول يهديكم تحياتي المتواصلة، وأيضا لكم منا كل المنى والحب، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا نتمناه لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.